8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية اطلع خلالها على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة تشمل تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية القائمة وإنشاء محاور مرورية جديدة بإجمالي أطوال 177 كيلومترا، بما يسهم في تحرير الحركة وضمان السيولة المرورية وتقليل التلوث البيئي واستهلاك الوقود والانبعاثات الحرارية. غادرت سفينة إمداد مصرية من ميناء العريش محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى دولتي سوريا وتركيا. ارتفع عدد قتلى الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا إلى أكثر من 50,000 شخصا. وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن عدد القتلى جراء الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى أكثر من 44,200 شخص، وبلغ عدد القتلى في سوريا أكثر من 5,900 شخص. قال مندوبون إن وزراء مالية مجموعة العشرين لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق بشأن وصف الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن يختتموا اجتماعا في الهند في وقت لاحق اليوم دون بيان مشترك، وذلك بعد اعتراض الوفدين الصيني والروسي على إدانة صريحة لروسيا بسبب الحرب الأوكرانية. هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، وتشمل الحزمة، وهي العاشرة منذ بدء العملية العسكرية في 24 من فبراير من العام الماضي، إجراءات مقيدة وموجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب. قال الجيش الأوكراني إن روسيا ضاعفت عدد السفن العاملة في البحر الأسود. وقالت القيادة العسكرية في المنطقة الجنوبية إن أسطول السفن الحربية الروسية في البحر الأسود تضاعف ليصل إلى 8 سفن، مشيرة إلى أن ذلك قد يشير إلى أن هجوما صاروخيا وضربات بطائرات مسيرة قيد الإعداد. وأوضحت القيادة العسكرية الأوكرانية أن من بين السفن فرقات مسلحة بثمانية صواريخ من طراز كاليبر. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على ضرورة فتح جميع الملفات خاصة المتعلقة بالفساد ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي مع وزير الصحة، حيث شدد الرئيس التونسي على أن الحق في الصحة يمثل حقا من حقوق الإنسان، وعلى الدولة تطبيقه في كل مناطق البلاد. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البرازيل إلى 57 قتيلا، ودمرت الأمطار الغزيرة مناطق ساحلية في ولاية ساو باولو شرق البرازيل، وتسببت في انهيارات أرضية وفيضانات في البلدات الساحلية. هذا وقالت حكومة ولاية ساو باولو إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في حين تتواصل جهود البحث والإنقاذ، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن أكثر من 4,000 شخص أجبروا على ترك منازلهم. مشاهدينا، انتهى موجز 8، وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.